موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. قال أبناء منطقة الشقلة بولاية نهر النيل إن السلطات تحاول فض الاعتصام بعد دخوله اليوم السابع احتجاجا على الأثار البيئية التي يخلفها مصنع الإسمنت بمحلية باربر. وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين من أجل تفريقهم. أكد اجتماع عقدته أمانة شباب الهدندوة بولاية البحر الأحمر على وضع اللمسات الأخيرة نحو خطوات التصعيد الثوري. وقالت مصادر مطلعة لموقع متاريس إن الاجتماع الذي حضره وكيل الناظر أكد على تصميمه على إغلاق شامل لكل مدن شرق السودان احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب الشرق وإقالة وزير النقل ميرغني سليمان. انتقد القيادي باللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير جمال إدريس اجتماع بعض القوى السياسية مع المجلس السيادي تحت مسمى اللجنة الفنية. وقال إدريس إن هذه اللجنة لا تعبر عنها ووصفها بأنها لجنة لتخريب قوى الحرية والتغيير، مضيفا بأن اجتماع تلك القوى مع البرهان لا يعني لها شيئا. قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة العميد الطاهر أبو هاجة إنهم تابعوا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة. ودعا أبو هاجة القيادة الإثيوبية للعمل على حل صراعاتها بعيدا عن إقحام السودان فيها، قائلا إن هذا التصريح يعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.